يعد الغذاء احد اهم مقومات استمرار الحياه البشريه وجوهر بقائها كما ويعتبر ضمان حصول الافراد على قدر كاف من الطعام الصحي المتنوع والمياه الصالحه للشرب ضمن حدود القدره الشرائيه لغالبيه السكان امر غايه في الاهميه تحرص الدول كافه على تامينها لرعاياها حفاظا على سلامه امنهم الغذائي إحنا بالمؤسسة بنحاول انه نربط بين الامن الغذائي وبين سلامة الغذاء لانه طبعا انت عشان تقدم للمواطن الاردني غذاء سليم ذو جودة عالية بحتاج متطلبات عالية وبنفس الوقت الامن الغذائي هو جزء كبير من هذا الغذاء اللي بوصل لصحن المواطن الاردني. في الأردن تعزى أسباب الأزمة الغذائية في السنوات الأخيرة بحسب المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى عدد من التحديات التي أدت مجتمعة إلى اتساع الفجوة بين الإنتاج الغذائي المحلي والإستهلاك المتزايد الذي ينذر بوجود انخفاض تدريجي مستمر في نصيب الفرد من الغذاء السنوي في الأردن. حسب الإحصائيات المتوفرة لدينا ينفق 35% من دخله على الغذاء هذا الجزء المخصص للغذاء في بالنسبه للفرد الاردني طبعا في دراسات تعمل بواسطه مؤسسات دوليه ثبت منها انه في تراجع صراحه في موضوع نصيب الفرد من الطاقه اللي هم اللي هو الكالوري احصائيه 2013 بتحكي انه 3048 كالوري بينما احصائيه 2015 بتحكي انه 2900 كالوري ويشير تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والذي نُشر تحت عنوان حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم للعام 2017 إلى أن معدلات انتشار قصور التغذية بين مجموع السكان في الأردن وصلت إلى 4.2 في في العام 2016 مقارنة مع 3.4 في, في المائة. لعام 2006 في حين أن نسبة انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد بين مجموع السكان في الأردن من العام 2014 إلى العام 2016 وصلت إلى 12.7% النمو السكاني المتزايد نقص المياه الحاد وتراجع الانتاج الزراعي بالاضافة الى الممارسات الاستهلاكية الخاطئة عوامل ساعدت جميعها على اتساع رقعة الازمة الغذائية وازدياد معدل الافراد الذين يعانون من نقص التغذية في الاردن عن درشدات المملكة عمان